14 شهيدا في قصف إسرائيلي على حي الأمل في خان يونس وأبراج جالوت في النصيرات، وقصف مدفعي شرق مخيم جباليا شمالي القطاع. بايدن يبحث جهود الوساطة مع أمير قطر والرئيس المصري. مباحثات مصرية إسرائيلية أمريكية في القاهرة بشأن معبر رفح ومحور فيلادلفيا، وواشنطن تصفها بالبناء. رشقات صاروخية من جنوب لبنان تستهدف كريات شمونه. قصف إسرائيلي مكثف على بلدات في الجنوب اللبناني، وحزب الله ينعى عددا من مقاتليه. 3 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى في حادثة طعن خلال مهرجان بمدينة زولينغين الألمانية، وقوات الشرطة تصف الحادثة عملا إرهابيا. المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية الأمريكية روبرت كينيدي يعلن انسحابه من السباق الرئاسي، ويطلب من أنصاره التصويت للمرشح الجمهوري دونالد ترامب نظرا لاتفاقه معه في عدة ملفات. الولايات المتحدة وعشر دول من أمريكا اللاتينية تصدر بيانا مشتركا ترفض فيه الإقرار بمصادقة المحكمة العليا في فنزويلا على إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المتنازع عليه. 27 شخصا على الأقل يلقون حتفهم، وإصابة 16 آخرين في سقوط حافلة ركاب تقل عشرات السياح الهنود بنهر في نيبال. ولاية ساو باولو البرازيلية تعلن وفاة شخصين أثناء محاولة السيطرة على حريق، وتقول إن اندلاع حرائق الغابات يؤثر على 30 من مدنها. نهاية الموجز، عودة إلى تغطيتنا المستمرة للعدوان على قطاع غزة، وكذلك للتطورات في المنطقة من التلفزيون العربي.